القضاء. هذه العمرة كان بدايتها حلم، رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو وأصحابه رضي الله عنهم دخلوا مكة، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة، طافوا واعتمروا، حلق بعضهم، قصر بعضهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بهذه الرؤيا، ففرح الصحابة رضي الله عنهم فرحة عظيمة أن يؤدوا العمرة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنهم ما يقارب تقريبا 1400 رجل. فلما كانوا في الطريق اعترض لهم كفار قريش، وحصل نزاع وحصل أمور، انتهى هذا النزاع بصلح الحديبية، الصلح المشهور المعروف صلح الحديبية. كان من ضمن الشروط، من ضمن الشروط وبنود هذا الصلح، أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، لا يدخلوا مكة، لكن في العام القادم يؤدون العمرة في شهر ذي القعدة. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لهم تأتون بسلاح الراكب، يعني ليس بسلاح حرب، إنما بسلاح الراكب، السيوف فقط، السيوف في أغمادها. فلما كان العام القادم استدار العام في شهر ذي القعدة في السنة 7 من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام لأداء هذه العمرة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج كل من شهد صلح الحديبية من الصحابة رضي الله عنهم، فخرجوا تقريبا ما يقارب 1400 رجل. خرج معهم أيضا ناس غير هؤلاء 1400، 600 رجل تقريبا، فكان المجموع تقريبا 2000 رجل غير النساء والصبيان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وساق أمامه الهدي 60 بدنة، 60 ناقة، حتى ينحرها في مكة المكرمة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح الكامل، سلاح الحرب، وليس فقط بالسيوف في أغمادها، إنما بسلاح الحرب، تحسبا لأي طالع، مخافة أن يكون غدر أو شيء من قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، بهذا المجموعة ما يقارب 2000 رجل بسلاح الحرب يتقدمهم الفرسان. فلما علمت قريش بأن محمد قادم بألفي رجل وبالسلاح والعتاد، أسلحة متنوعة، أسلحة حرب، يتقدمهم الفرسان، 200 فارس يتقدمونهم بقيادة محمد بن مسلمة، أصاب قريش الذعر والخوف، قالوا هذه حرب وليست عمرة. والاتفاق مع محمد يأتي معه فقط سلاح الراكب، السيوف في أغمادها. فأرسلوا رجال من قريش للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأكدوا من الأمر. فالتقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يأجج قريب من مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أعلام وأنصبة الحرم. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال الكفار، كفار قريش، قالوا والله يا محمد ما عرفناك لا صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل مكة بالسلاح، وقد كان بيني وبينك عهد وشرط ألا تدخل مكة إلا بسلاح الراكب، السيوف في أغمادها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، لا ندخلها إلا كذلك، على اتفاقنا ندخل الحرم، ندخل مكة بالسيوف فقط. فلما علموا بهذا الأمر رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا الأمر احتياطا وتحسبا لأي أمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ينظرون لحدود الحرم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع السلاح والعتاد، سلاح الحرب، يوضع في هذا المكان في يأجج. وأبقى النبي عليه الصلاة والسلام عنده 200 فارس من فرسان المسلمين لأي طارئ ينتظرون من النبي عليه الصلاة والسلام أي أمر، ممكن يكون في خيانة، في غدر، في شيء في مكة. كانت هذه القوة بهذا السلاح وهذا العتاد جاهزة لأي أمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، دخل مكة، والصحابة رضي الله عنهم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم متوشحين سيوفهم، يلبون بصوت تلبية عظيمة تعج مكة.
جبال مكة صدع تلبية الصحابة رضي الله عنهم ما يقارب الآن 1800 رجل غير النساء وغير الصبيان. فقال كفار قريش قالوا وأشاعوا قالوا سيقدم عليكم الآن، يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني سيأتونكم مرضى فيهم الحمى كسالى. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة قريش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة في العمرة، يعني يهرولوا بسرعة ويمشوا بين ركنين، وأمرهم بالاطباع يعني يكشفوا المنكب الأيمن. أهل مكة الآن صعدوا في الجبال، في جبال مكة وفوق البيوت وعند الندوة ينظرون لهذا المنظر، منظر لأول مرة يشاهدون هذا الركب وهذا الجمع، هذا العدد الضخم بهذا الزي الموحد وهذه التلبية العجيبة. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم بعد أن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال رحم الله امرأ أراهم من نفسه القوة، يعني يريد أن نطوف حول الكعب بقوة، لما يشاهدنا كفار قريش يرون كفار قريش يشاهدون القوة في الصحابة رضي الله عنهم. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم بقوة وهيبة فرآهم الكفار، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يطوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام متوشحا سيفه ويقول خلوا بين الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. يعني الصحابة رضي الله عنهم يتحدون كفار قريش بالفعل الآن وبالقول. فلما رأى كفار قريش هذا المنظر، منظر الصحابة رضي الله عنهم يطوفون بهذه القوة ويتكلمون بهذا الكلام ويشدون الأشعار، قالوا هؤلاء لكفار قريش، قالوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم قد وهاتهم الحمى، والله إن فيهم من الجلد كذا وكذا، يعني فيهم من القوة. وأصبح عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ينشد الأشعار ويقول هذه الأبيات، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام خله يا عمر، خل عنه يا عمر، فوالله إن هذا الكلام له أشد من النبل في قلوبهم في كفار قريش، يعني كان هذه الأبيات قوتها أشد من قوة النبال والسهام على كفار قريش. طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة، أنهى العمرة، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح الهدي، فنحر 60 بدنة، 60 ناقة نحرها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة يذهبوا إلى أولئك، إلى المجموعة اللي كانت عند المعسكر عند السلاح، يذهب لهم ويرابطوا مكانهم وتأتي هذه المجموعة تعتمر. فخرجوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 3 أيام على العهد، يرفعون راية التوحيد، يطوفون بالبيت العتيق. لما يأتي وقت الصلاة يصعد بلال بن رباح رضي الله عنه على الكعبة ويؤذن رضي الله عنه. بلال بن رباح الذي كان قبل سنوات يعذب، يجر في بطحاء مكة، تلقى عليه الحجارة، تلقى الصخرة الكبيرة وعلى ظهره بطحاء مكة الحارة حتى يكاد يموت وهو يقول أحد أحد، ها هو الآن في أشرف مكان وعلى أطهر مكان في أرفع مكان فوق الكعبة. فكان هذا الأمر كالصاعق على كفار قريش، يصلون الصلوات. بعد هذه المدة 3 أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على العهد من مكة المكرمة،